هو نظام البوكلت هو نظام جديد علينا، فاجئنا بيه. هو كان جميل بالنسبه اللي هو كان بيساعد الطلبه على تنظيم الاجابه، اوكي، بس هو كان غير تقليدي. يعني امتحانات مش هي بتاعت كل سنه، لا 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 لا. تقول له يا محمد تطلع من الاوائل، يقول لي اه. اقول له متاكد؟ طب تعالى نحسب الدرجات. قال لي بصي تعالى نحسب الدرجات مع بعض، انا لو ظلموني قوي في التصحيح هجيب 98، لكن لو ادوني حقي زي ما انا مجاوب وكويس انا هجيب 99 واكتر. واضح حضرتك؟ فهو كان عارف، فكان مش مهتم يعني، كانت عادي. انا قاعده متابعه الفيس، وقال الوزير وخلاص بقى عرفت ان هو اتصل وخلص اتصالات والكلام ده، فقلت مش مشكله بقى، بكره ان شاء الله نشوف النتيجه، وان شاء الله بقى اهم حاجه المجموع بكره، مش مهم بقى ان انا ما طلعتش من الاول دلوقتي. وبعدين بنتي راحت رنت عليا، خلتني اتخضيت وافتكرت ان هو الوزير، اتفاجئت بالمكالمه. ف بعديها استنيت شويه، قعدت فقدت الامل. بعد كده واحد اتصل عليا من جريده اليوم السابع تقريبا، فهو فاجئني، انا ما كنتش مصدقه، قعدت اصرخ اتنطط، محمد نايم، صحيته بفزع كده، محمد انت طلعت الاوائل. فهو مش مصدق، فاكرني بهزر معاه، لان انا كل يوم اقول له يا محمد استعد الوزير هيتصل علينا، يضحك يقول لي ما انا مستنيها. هو كان مستني بس ما كانش مهتم قوي. الحمد لله.